هلا اذا بتتذكروا بالنسبه للثيرموكابل احيانا بكون المسافه ما بين الثيرموكابل والميجرنج ديفايس طويله. يعني اذا عندي هون الميجرنج ديفايس مسافه بعيده من هون اضطر اعمل اكستنشن. الثيرموكابل ما راح يجي بطول، راح يجي بطول محدود من هون. هلا المشكله عندنا اذا عملنا حسب وين احنا بنعمل. اذا مثلا الميجرنج ديفايس لها تمبرتشر تبعت مثلا روم تمبرتشر، وهون في عندي ثيتا مثلا اكسترنال، وهذه هون البروسيس اللي عم نقيسها، هون راح يصير في عندي خطا لو استخدمت كيبل، لانه انا بعرف درجه الحراره هون بس ما بعرف درجه الحراره هون. يعني ما بقدر هذا الجهاز يقيس درجه الحراره هون لانه هاي بعيده، يعني بتكون مثلا هاي 20 متر فرق. صار ما بيقدر هذا الجهاز يعمل تصحيح، بيقدر يعمل تصحيح للخطا اللي موجود هون بسبب وجود هذا الكيبل مع هذا الكيبل، بس حتى هذا ما راح يكون هو الصحيح، لانه الريفرنس جنكشن اللي بتهمنا، يعني مثلا نفترض انه هذا كان كوبر وهذا كوبر، اللي هم السلكين اللي طالعين من الديفايس. لو جينا استخدمنا ماده ثانيه هون مثلا الومنيوم او شيء ثاني صفت، هاي هون تكونت درجه الحراره. هلا الجهاز ما بيعرف درجه الحراره هاي اللي موجوده هون، فراح يصير في عندي خطا في القراءه. عشان هيك لازم نستخدم كيبل هون، والكيبل هذا يكون له خصائص نفس الخصائص تبعت الثيرموكابل اللي موجود هون. يعني مثلا لو كان هذا متذكرين كان الكي تايب هو الكروم الاليومين ولا الجي، اظن الكي تايب كان الكروم الاليومين مثلا فرضا. لازم عندي خيارين، يا بجيب كيبل يكون هو نفس الماده بالضبط تبعت الكروم الاليومين هون، بالحاله هاي شو راح يصير؟ ما راح يتكون عندي جنكشن هون ولا راح يتكون عندي جنكشن هون، بصير اي جنكشن هي الريفرنس جنكشن صارت هاي، وهي بقدر انا اعملها كومبنسيشن. اذا هذا الحل الاول. اذا الحل الاول بنجيب احنا اكستنشن كيبل، والاكستنشن كيبل بيكون سيم ماتيريال از، وطبعا لازم اشبكها بالاتجاه الصحيح، طبعا لازم اشبك الكرومل على الكروم. اذا هذا ذا سيم از ذا ثيرموكابل ماتيريال. هذا الحل الاول، لكن هذا احيانا ما بيكون ممكن لانه هاي الماده مرات تكون مكلفه غاليه. اذا بدي اجيب كيبل زي هون مثلا، اذا هذا كان اس تايب ممكن يكون صعب او مكلف جدا اني اجيب هاي. فبيجيبوا الشركه بتعطيني كيبل له نفس الثيرمال كاركترستكس تبعت هاي الماده. يعني هو ماده مختلفه بس من ناحيه الثيرموكابل او الثيرمال كاركترستيك والسيبك افكت بكون كانه فيش اختلاف بين هاي الماده وهاي الماده. بهاي الحاله بنسميه هذا كومبنسيتنج كيبل. وهذا كمان بيسمح لي انه ما تتكون جنكشن هون او ما يتكونش فولتج هون او فولتج هون، وتصير الريفرنس جنكشن تضل الريفرنس جنكشن اللي موجوده هون اللي هي هاي ثيتا روم من هون. اذا هاي بتكون كومبنسيتنج كيبل. هذا طبعا بيكون تشيبر، ارخص من الاكستنشن كيبل، بيكون ديفرنت ماتيريالز، بيكون ديفرنت ماتيريالز، but same thermal. راح احطهم بين قوسين سيبك effect characteristics. اوكي، اذا هدول هم الخيارين المتوفرين اني اعملهم.